الحلقة السادسة من مسلسل المداح، صابر بيفتكر لما كان قاعد بيحكي لسميح عن اللي عملته هبة. سميح قال له طب انت معرفتش توصل لها خالص؟ صابر قال له دورت في كل حتة ومفيش فايدة، حتى مش عارف اشوف هي فين. سميح قال له انا حاسس ان الدكتور اللي كان متابع حالتها ده وراه حاجة، مش معقول بعد ما هي تهرب هو ياخد اجازة ويختفي فجأة ومحدش يعرف يوصل له. صابر قال له انا كمان جيب بالي كده. سميح قال له طب لو لقيتها هتعمل ايه؟ صابر قال له هحميها، دي مهما انا عملت اختي. وصابر في الكهف خد السلسلة ولقى جيش بيقول النصر يا صابر، وفجأة لقى نفسه قدامهم ولقى صواريخ بتقرب منه، وبعدين فاق وهو مكانه في الكهف. فضل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخد السلسلة وهيطلع بره. نورهان وهيثم بره مع مخدر بيقولوا له ازاي تسيبه يدخل هنا لوحده، ولسه بيتكلموا لقوا صابر خرج. فضلوا يسألوه شفت ايه جوه وايه اللي حصل؟ قال لهم شفت خير، ومشي مع عم خضر. وحسن قاعد مع مدام غادة قالت له هات العقود عايزة امضيها عشان امشي. قال لها خلينا قاعدين مع بعض شويه عشان اتعرف. قالت له بلاش الكلام ده عشان انا ست متجوزه. وسميح واقف في مكان وسط النار بيأمرها تطفي لوحدها او تقفل تاني، وعينه بتقلب سودا او دم. وصابر بيصلي في الخلوه بتاعته، بعد ما خلص مسك السلسله ومطلعها نور، لقى الباب خبط حطها في جيبه. دخلت رحاب قالت له رجعت تقعد تاني هنا اكتر ما بتقعد معايا. قال لها مفيش حاجه تعوض قعدتي معاكي. قالت له هتيجي معايا كاتب كتاب منال؟ الله حاضر هاجي معاكي. فرحت هي وطلعت تلبس. وهي بقى قاعده بتسمع فيديو لدكتور سميح بيتكلم عن معجزات الجن، وفي ذبذبات صوتها عالي قوي بتوصل في ودنها. ووصلوا صبر ورحاب عند منال، المأذون موجود وزين وسميح ومنال. سميح قال الشاهد التاني وصل. منال قالت له هتشهد على جوازي تاني يا صابر، بس ربنا يجعلها اخر مره المره دي. صبر قال لها لا مش هشهد، احنا جايين نبارك لك وماشيين على طول. زين قال له انت مش عايز تفرح لي؟ صبر قال له انا مش هعمل كده عشان خاطر اخويا. سميح قال له مش انت على طول بتسعى في الخير؟ صابر قال له ما هو الخير اللي انت تعرفه غير اللي انا عارفه. سميح قال طب احنا كده محتاجين شاهد تاني. جه حسن قال انا الشاهد التاني وكان مبسوط قوي. صابر قعد يضحك من اللي بيحصل وكتبوا الكتاب، وسميح خد المنديل ومشي صابر ورحب على طول. زين بيقول لحسن هو اخوك ماله مشي بسرعه ليه كده؟ حسن قال له هو مصدوم، طليق مراته بيتجوز طليقه اخوه، لازم يعمل كده طبعا. وسامح داخل الشقه سمع صوت هبه وهي بتغني موسيقى، استغرب. دخل لقاها متغطيه وجسمها كله تحت البطانيه، فضل ينده عليها ما بتردش عليه، شال البطانيه من عليها وهي لسه مكمله برده ومش سامعاه خالص. شد السماعه من ودنها وشد التليفون من ايديها، قال لها انت بتتفرجي على ايه؟ قالت له ده فيديو لدكتور اسمه سميح. وحطت السماعه في ودنها تاني وبتغني نفس الموسيقى بس حركاتها مش طبيعيه، عرف ان في حاجه غريبه. وزين ومنال دخلوا اوضتهم، قالت له عكم مش فاهم اني عارفه انك متجوزني عشان تكيد رحاب ولا تحرق دم حسن، بس بصراحه الموضوع جاي على هوايه، فخد بالك بقى عشان انا بحب اكون طيبه، بس انا في الحقيقه مش كده خالص، خد بالك. وصبر على سريره ورحاب نايمه، خد تليفونه وفتح الدولاب جاب السلسله من جيبه، وهي صحيت بس معرفتوش ونزل. وداود قاعد قدام امه وهي نايمه، صحيت اتخضت قالت له في ايه؟ قال لها انا حلمت حلم بس كويس مش وحش، وقعد يحكي لها. وصابر ماسك السلسله وبيظهر قدامه حاجات، تليفونه رن رد، سامح اللي بيكلمه. صابر معرفوش، سامح قال له انا الدكتور سامح اللي كنت بعالج هبه ودلوقتي بقيت جوزها، هبقى افهمك كل حاجه بعدين، المهم لازم تيجي دلوقتي تلحق هبه، العنوان هبعته لك على الواتس بس ما حدش يعرفه. صابر قفل معاه وظهر له صخر، قال له لو كنت لحقتها قبل كده ممكن تلحقها دلوقتي، انا لما بدخل حياه اي حد بدمرها، بخليه يتمنى الموت، عشان كده كنت محبوس. صابر قال له يبقى الجزاء من جنس العمل. صخر شاور بايده، السلسله وقعت من صابر ورفع حاجات لفوق، وقرب من صابر ورفعه لفوق، قال له عيشه موتها لك وخلتها كلب بنتها، ووقعتك في الطياره جوه مخك، وممكن اموتك كمان جوه مخك، اخليك مجنون كمان، اللي بيني وبينك طار. صابر فضل يقرا قران وادعيه وشاور على السلسله جات له، وفضل مكمل في القرايه ووجه السلسله ناحيه صخر اختفى، ووقع صابر على الارض. وحمدان بيدي لحسن الاثار اللي طلعت من المقبره، وقال له ما تقلقش الجثه اتدفنت زي ما انت امرت. حسن قال له انا ببقى زعلان على الناس اللي بيموتوا دول، بس اللي بيهديني ان احنا بنجيب ناس ما لهمش لازمه ويستاهلوا الموت اصلا. وبعد شويه خبط عليه ناس ودخلوا، قالوا له الحاجه بتاعتك جاهزه؟ حسن قال لهم جاهزه، المهم الفلوس بتاعتكم تكون جاهزه. وصابر راح لسامح وبيتكلموا، ودخل لهبه سلم عليها، قال لها سامح بيقول انك بتتفرجي على فيديوهات بتخليكي مش طبيعيه. هبه زعقت قالت له هو خلاص عشان اللي حصل قبل كده كل ما هيجرى لي حاجه هيندهوا عليك تلحقني. صابر قال لها ايه المشكله زعلانه ليه؟ وشويه وغيرت كلامها شويه تاني بقيت مش عارفه هما مين اصلا. صابر مسكها وحط ايده على راسها، فضل يقرا عليها قران وادعيه، فضلت هي تتشنج وتعمل حاجات غريبه، وسامح بقى واقف خايف. وبعد ما خلص صابر خالص هديت هبه ونامت.
ورحاب تليفونها بيرن، سميح بيكلمها. قفلت الباب وردت عليه، قال لها هو عامل ايه معاكي؟ اوعي تكوني قلت له انك كشفتيه. رحاب قالت له لا ما قلتلوش. سميح فضل يهديها ويقول لها طوعيه واسمعي كلامه، هو في مشاكل كبيره قوي مع الجن. قالت له طب ما تساعده انت يا دكتور. سميح قال لها انا بفكر في حل هقولك عليه، المهم اول ما نقفل المكالمه تمسحي على طول الرقم عشان صبر ما يشوفش اني كلمتك. قالت له حاضر، وقعدت تسمع منه الحل. وسامح بيحكي لصابر انها بتشوف فيديوهات لدكتور اسمه سميح الجلاد. صابر قال له وريني الفيديو. سمع اول جزء من الفيديو وقال له ابعد عنها التليفون ده خالص، ما تخليهاش تسمع له تاني. وقعدوا يتكلموا مع بعض عن اللي حصل لها الفتره اللي فاتت. ام حسن قاعده بتقرا قران، في واحد خبط على الباب بيسال على مدام رحاب وادالهم الاوردر بتاعها. الشغاله خدته منه، ورحاب نزلت بسرعه خدت الاوردر. ام حسن قالت لها ده في ايه يا بنتي؟ رحاب قالت لها دي حاجات كده طلبها اونلاين، وطلعت على طول. وصابر راح لنورهان عشان عايزه تتكلم معاه. قال لها خير، عايزه تسالي في ايه؟ قالت له هو الحاجات اللي انت بتدور عليها ليها علاقه بالجن؟ قول لي يمكن اقدر افيدك. صابر طلع السلسله من جيبه، قال لها انا عايز اعرف ايه دي. قالت له خد بالك وجودها معاك ممكن يحبسك، هي تقريبا نفس اللون اللي مصنوع منه خنجر توت عنخ امون اللي لقوها في المقبره بتاعته، بس مش متاكده انه نفس المعدن ولا لا، بس المعدن ده اصلا مش موجود منه، ودي نفس الشمس اللي على البرديه واللي في المعبد كمان. وروح صابر البيت، رحاب قالت له احنا بقالنا فتره عايشين في قلق، قلت اعمل لك مفاجاه، وبيحاول يفتحها معرفش. قالت له انا هجيب مقص. راحت تجيب المقص وبتستخدمه عورته، وجابت فوطه عشان تمسح بيها الدم، ومسحتها ومسكت الفوطه في ايديها. قالت له الهديه دي فيها تاب عليه مصحف عشان وانت بتقرا الصفحه ما تضيعش منك زي كل مره. انبسط صابر بالهديه وقال لها ما تزعليش مني على عصبيتي عشان خاطر ما تعمليش اي حاجه من ورايا، شوريني. قالت له حاضر. وراحت تاني يوم الصبح لسميح، ادته الفوطه وقالت له دي الحاجه اللي حضرتك طلبتها مني. قال لها شكرا. اتمنى لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.